شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشاب أحمد مؤيد في ظل تحدياته الجسدية أبدع في تلاوة آيات القرآن الكريم والموشحات الدينية بصوته المتميز الذي أتقن الفنون الترتيلية، الموهبة التي غرست فيه منذ صباه لتصبح منطلقا لتحقيق آماله. أنا أحمد مؤيد من مواليد 1992، أعاني من مرض تكون العظم الناقص يسمونه Osteogenesis Imperfecta. بدأت بتلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني منذ كان عمري 5 سنوات. بدأت بحفظ قصار السور، وبعدها حفظت الأناشيد الدينية المتعارفة. وبعد 2003 بدأت أخذ دورات في علوم أحكام التجويد، حيث أخذت أكثر من دورة في علوم أحكام التجويد. انطلقت رحلة أحمد مع القرآن الكريم حتى أخذ يطور مهاراته في تلاوة الآيات القرآنية، حيث أنشأ استوديو بجهده الشخصي ليقوم بتسجيل أعماله وبثها على المواقع الإلكترونية ليترك في نفوس مستمعيه الأثر الطيب. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. التجأت إلى فكرة إنشاء الاستوديو. طبعا فكرة إنشاء الاستوديو كانت منذ عام 2017. بدأت أجمع بالغراض بعام 2018، اشتريت قطعة قطعة إلى أن تشوف الصورة الواضحة أمامك. هذا الاستوديو، الاستوديو أضاف لي الكثير في تعليم المقامات الصوتية. دورات قرآنية داخلية وخارجية شارك فيها أحمد لتنمية قدراته، حتى أصبح أستاذا في تعليم أحكام التلاوة والتجويد. تحديات الإعاقة لن تجعل من أحمد إلا إنسانا صالحا يصحو ويمسو على تلاوة آيات القرآن الكريم في أعظم تكريم حباه الله به. من صلاح الدين، وسام الخزرجي، قناة التغيير الفضائية.